اهلا وسهلا بكم في صدى اقلام جديد نرصد فيه ابرز ما كتبت الصحف العراقيه والعربيه والدوليه، ولكن بعد جوله في اهم العناوين. في كتابات نشطاء يتهمون اتباع الصدر بالسيطره على منصه المطعم التركي. في المدى عوائل الشهداء يشكون عدم تنفيذ اوامر الاعتقال الصادره بحق قتله المتظاهرين. في العربي الجديد صواريخ تستهدف المنطقة الخضراء ببغداد ومعسكرا لقوات أمريكية. في القدس العربي كتائب حزب الله في العراق تدعو قوات الأمن للابتعاد عن القواعد الأمريكية. في الهيئة نت الهيئة تدعو العراقيين جميعا ألا يسمحوا بأن يكون العراق ساحة صراع. في العرب اللندنية واشنطن تبدأ في قصقصة أجنحة إيران في المنطقة. وفي عرب 21 سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء وقاعدة أمريكية في العراق. أهلا بكم. كتب إياد العناز في صحيفة البصائر مقالا جاء في مطلعه: تبقى إرادة الشعوب الحية هي من تصنع التاريخ وتحدد الثوابت الوطنية في حياة الأمة وتبعث أمالها من جديد وتشع ضياءها وعنفوان عطائها بثبات موقفها واستمرار وجودها وتطلع أمنها لحياة حرة كريمة حول ثورة تشرين وشبابها. مقال إياد العناز في صحيفة البصائر العراقية. تأتي ثورة تشرين المباركة لتحتضن جميع أطياف الشعب العراقي ولتكون له خير رابط يحقق له الوحدة الوطنية والانسجام الواحد بكل شرائح المجتمع وصوره البهية وانتماءاته التعددية ووظائفه الخدمية وآفاق حياته الواحدة ومواهبه المتعددة لتصنع صورا رائعة وبأطر راقية وبألوان زاهية وبأماكن جذابة وأدوات جميلة تعكس الانتماء الوجداني الحقيقي لشعب العراق وتعكس صورة الماضي التليد من حضاراته وإشعاعاته الإنسانية وخدماته الجلية التي أكسبت الإنسانية رونقها وانتماءها وحققت حضورها الميداني الذي يليق بالأمة. جاءت ثورة تشرين المجيدة لتعزز إرادة الشعب العراقي ولتكون منبعاً للعطاء والتضحية والفداء والكفاح ولتؤسس لمجتمع راق يعيد للعراق مكانته وتأثيره ويشد على أيادي أبنائه للبناء والإعمار ورفض جميع التدخلات الدولية والإقليمية ونبذ الهيمنة والنفوذ الإيراني وارتهان القرار السياسي بيد الأجهزة الأمنية والاستخبارية التابعة للمؤسسة الإيرانية. ويضيف الكاتب: مثلت ثورة تشرين صور الإبداع والمبادرات الإيجابية والحضور الوجداني لشعب مؤمن تواق للحرية والانعتاق من الظلم والتعسف الاجتماعي باحثا عن الحياة الجديدة بأطرها الوطنية الحية المستندة إلى المفاهيم والقوانين الإنسانية العميقة. هكذا الشعب وبهذه الإرادة الكبيرة لا يهزم بإذن الله تعالى وسيحقق تطلعاته وأماله في التغيير القادم بإذن الله. الآن إلى مقال آخر مشهور في صحيفة العربي اللندنية عن مقتل سليماني والمهندس، حيث يبرز عمق الخلافات بين الخطوط الشيعية في العراق. تقرير لصحيفة العربي اللندنية وجاء فيها: حتى وقت قريب كان المتابعون للشأن العراقي يعتقدون أن الخطوط الشيعية الثلاثة المتوازية، المرجع السيستاني ورجل الدين الشعبوي مقتدى الصدر وأتباع الخط الولائي نسبة إلى الولي الفقيه علي خامنئي في إيران، لن تلتقي أو تتحد إلا في ظل متغير كبير.
افترض كثيرون أن حدثاً مثل هذا سيكون كفيلاً بتصفير جميع الخلافات العميقة بين الخطوط الشيعية الرئيسية في العراق، لكن الصورة تبدو خادعة للوهلة الأولى، فرغم ما بدا أنه تطابق في مواقف الخطوط الثلاثة من عملية الاغتيال التي نفذها الأمريكيون في مطار بغداد وتسببت في قتل مهندس مشروع التوسع الإيراني في المنطقة ومساعده الأبرز، إلا أن النفوس كانت تضمر شيئاً آخر. كانت استجابة الخطوط الثلاثة للنتائج التي ترتبت على غارة مطار بغداد سريعة، لكنها عكست في النهاية ثلاثة مواقف مختلفة يجسد كل منها مخاوف وطموحا مميزين. فبينما دعا السيستاني إلى ضبط النفس، وهي إشارة محبطة للإيرانيين وحلفائهم العراقيين، أغفل الصدر التعزية بالمهندس وخص سليماني بالكلام، بينما استغل قيس الخزعلي أبرز ممثلي الخط الولائي المقلدين لخامنئي حالة غياب القيادة وقدم نفسه قائدا. وبالنسبة إلى السيستاني، فإن دعوته إلى ضبط النفس موجهة إلى منافسه على تزعم شيعة العالم المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي. ويعتقد السيستاني أن خامنئي لن يتورع عن إشعال حرب بالوكالة على أرض العراق ما دام الضحايا ليسوا إيرانيين. في تقرير العرب اللندنية جاء أيضا: إذا كان واقع الانقسام الشيعي ملائما للأمريكيين، فإنه يكاد يكون مؤشرا واضحا على إمكانية اندلاع اقتتال شيعي في أي لحظة. ويرى مراقبون أن اتساع نطاق سياسة الاغتيالات الأمريكية لقادة ميليشيات شيعية عراقية موالية لإيران قد يمهد الطريق أمام مجموعات تملك السلاح في العراق لمحاولة الاستيلاء على السلطة بحجة مقاومة مشروع الولايات المتحدة الأمريكية. نذهب وإياكم الآن إلى موقع عربي 21 عن اغتيال سليماني ودلالاته وتداعياته. لا تزال أصداء اغتيال قاسم سليماني تتوالى على كل الأصعدة في الإقليم وعلى مستوى العالم أجمع، وستبقى كذلك إلى حين، يقول كاتب هذا المقال. عن اغتيال سليماني ودلالاته وتداعياته كتب ياسر الزعترة، نتابع: بدون تردد يمكن القول إن سليماني هو مهندس مشروع التمدد المذهبي الإيراني لجهة التخطيط والتنفيذ في آن معا، وهذه حالة غريبة ومثيرة، وتعبر من جهة أخرى عن قدرات الرجل الاستثنائية، حيث كان يتنقل من بلد إلى آخر ويشرف بنفسه على معظم تفاصيل المشروع. غرور القوة الإيراني هو الذي أفضى إلى هذا المأزق الذي جعل اتخاذ قرار باغتيال سليماني أمراً ممكناً. فبعد وضع مميز لإيران في الإقليم، جاء العبث الطائفي في العراق، ثم التدخل في سوريا واليمن ليضع إيران في مربع العداء مع الغالبية في المنطقة، ثم اكتملت الكارثة بحماية طبقة سياسية فاسدة في العراق جعلت شيعة العراق ينتفضون ضد إيران، وهو أمر بالغ الأهمية في السياق المتعلق بمشروع التمدد. ثم جاءت انتفاضة الشعب اللبناني لتضيف مأزقاً لأهم فروع المشروع الإيراني ممثلاً في حزب الله. قدرة إيران على إيذاء أمريكا والكيان الصهيوني كبيرة، ليس باستهداف جنودها في العراق وأفغانستان وحسب، بل بضربات في مواقع كثيرة عبر خلايا نائمة موجودة أو عبر الوكلاء في اليمن والعراق. الخلاصة بحسب ياسر الزعاترة، فإن أمريكا والكيان الصهيوني هم ألد أعدائنا، وإن كثر الأعداء في هذه المرحلة التي تشترك فيها كل القوى الكبرى في استهداف أحلام شعوبنا في الحرية والتحرر، ويدعمون الطغاة في منطقتنا، بل ويخوضون في دمائنا كما تفعل روسيا في سوريا والصين مع مسلميها،
وصولا إلى الهند. الآن إلى مقال منشور في صحيفة التايمز البريطانية، وقالت فيه إن مقتل قاسم سليماني قضى على رجل شرير كان يقود أعمال التخريب الإيرانية في الشرق الأوسط، ولكن الولايات المتحدة مطالبة بوضع خطة لمواجهة الانتقام الإيراني المتوقع. وأكدت الصحيفة في مقال افتتاحي أن سليماني لم يكن واحداً من كبار القادة العسكريين الإيرانيين فحسب بالنظر إلى السياسة الدولية، فمسؤوله المباشر كان المرشد الأعلى علي خامنئي شخصياً، واعتبرت أن التبرير الأمثل لقتل مثل هذه الشخصية البارزة هو تعزيز محاصرة نظام إيران العدائي، ولكنه في الوقت نفسه يثير الانتقام ويجسد الدعم والولاء للملالي، لافتة إلى أنه على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يطمئن الأمريكيين والحلفاء أن لديه استراتيجية لمواجهة مثل هذه التطورات. وأضافت التايمز أن جرائم سليماني ضد الإنسانية لا تخفى على أحد، فهو رجل إيران الأول المسؤول عن زرع الفتن والإرهاب في الشرق الأوسط، فحيثما وجد شيعة حركهم من أجل النفوذ الإيراني، وأمد نظام بشار الأسد بالدعم العسكري والمالي، وهو يقمع الانتفاضة الشعبية بوحشية، وساعد في حصار مدينة حلب وتجويع أهلها حتى يستسلموا، ودرب الحوثيين في اليمن على مهاجمة المنشآت النفطية السعودية. وترى صحيفة The Times أن إيران خلال 40 عاما من الثورة دعمت هجمات إرهابية على أهداف غربية، ولابد أن تعرف اليوم أنها يجب أن تتوقف عن هذه الأعمال، وإلا فإنها ستواجه عواقب قاسية. الآن إلى مقال منشور في صحيفة لوموند الفرنسية، وجاء فيه إن اغتيال الأمريكيين للجنرال الإيراني قاسم سليماني يعد نقطة تحول رئيسة للمنطقة بأكملها، ويمهد لتحويل الأراضي العراقية إلى ساحة حرب بين حلفائها الأمريكيين والإيرانيين المحاصرة بينهم منذ سنوات. الجنرال الإيراني البالغ من العمر 62 عاماً والذي وصفته بالرجل الاستراتيجي كان يتنقل على مدى عقدين من الزمن وبلا كلل بين طهران وبغداد ودمشق وبيروت، حيث كان مهندس الهجمات والحروب التي تشنها إيران وفروعها في الشرق الأوسط، فقد كان إلى جانب حزب الله اللبناني ضد إسرائيل في عام 2006، وإلى جانب القوات الموالية لرئيس النظام السوري بشار الأسد في مواجهة الانتفاضة ضده منذ عام 2011، فهو من واجه الثورات الشعبية في إيران وسوريا والعراق، وساهم في إقناع بوتين بالتدخل عسكرياً لإنقاذ نظام بشار الأسد، وكان القائد الفعلي للميليشيات الشيعية في العراق. وتنقل لوموند عن مايكل نايتس الخبير في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى قوله إن الإيرانيين سمحوا بأن يصبح سليماني رمزاً لقوتهم في المنطقة، الأمر الذي يخلق أيضاً نوعاً من الهشاشة، فقد خسروا رجلاً استراتيجياً كان يتمتع بثقة المرشد الأعلى علي خامنئي ويمكنه اتخاذ القرارات في غضون دقيقة واحدة فقط، وسيكون من الصعب عليهم استبداله. وبحسب لوموند الفرنسية فإنه من المرجح أن يكون لاختفاء قاسم سليماني وقعا في العراق، لاسيما وأن الغارة الأمريكية أدت أيضا إلى قتل أبي مهدي المهندس الرجل الثاني في الحشد الشعبي العراقي. وعليه تقول لوموند إنه حتى بالنسبة لبعض مؤيدي الاحتجاج فإن الفرح يخلط مع الشعور بالخوف من الانزلاق لحرب جديدة.
إذن هذه عبارة عن جملة من الرؤى المنتقاة من مقالات وتقارير نشرتها مختلف الصحف، وهي تعبر عن كتابها وسياسات هذه الصحف. نذهب وإياكم الآن إلى المقال الأخير، وهو من Financial Times. وفي مقالها الافتتاحي قالت صحيفة Financial Times إن الغارات التي أدت إلى مقتل قاسم سليماني تتنبأ بقرب الحرب في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران. تقول الصحيفة إن طبول الحرب قرعت بعد الغارات الجوية الأخيرة التي أدت إلى مقتل 25 من كتائب حزب الله العراق قبل أيام، موضحة أن الرسائل التي أرسلتها الولايات المتحدة الأمريكية من تلك الغارات تقوم على تحميل الفصائل الموالية لإيران مسؤولية مقتل متعاقد أمريكي في بغداد بعد سقوط صواريخ على قاعدة عسكرية. وبالنسبة للولايات المتحدة فإن قتل مواطن أمريكي هو خط أحمر بحسب الصحيفة، التي قالت إن الرد الأمريكي جاء بأمر من دونالد ترامب بتنفيذ الغارات على كتائب حزب الله العراقية. وتعتبر الصحيفة أن اغتيال سليماني إنجاز كبير بالنسبة للولايات المتحدة، بل تعتبره أكبر من عملية قتل أسامة بن لادن في باكستان عام 2011. فسليماني هو قائد الذراع الخارجية للحرس الثوري، وكان مسؤولاً عن إنشاء كيانات موالية لبلاده في الشرق الأوسط، وجاء اغتياله في العراق كحركة استفزازية أخرى. وتتساءل الصحيفة عن توقيت عملية الاغتيال الذي يأمل حلفاء واشنطن بأن يكون مدروساً. Financial Times تعتقد أن إيران ستلجأ إلى عملية انتقامية تنفذها وكالاتها في المنطقة، من ضمنها هجمات إلكترونية، لكنها توضح أن العملية الانتقامية لن تكون سريعة، وأن العراق سيكون ساحة للصراع والمواجهات بين حليفيه إيران والولايات المتحدة، وسيقود ذلك إلى خراب ودمار البلاد. خفض موقع شركة تسلا للسيارات الكهربائية الأمريكية سعر سيارات الشركة الصينية الصنع بنسبة 16%، أي بحوالي 43 ألف دولار، بعد تلقي إعانات صينية للسيارات الكهربائية وفقا لموقع الشركة على الإنترنت في الصين. ويعد هذا التخفيض من بين مجموعة من التعديلات التي أدخلتها تسلا على سياسة مبيعاتها بالصين، بما في ذلك تغيير أسعار ملحقات السيارة ومرافق فرض رسوم الشحن المنزلي. وقالت تسلا إنها تخطط لبدء تسليم السيارات المنشأة في مصنعها الذي تبلغ قيمته ملياري دولار في شنغهاي، تسليمها إلى الجمهور يوم 7 يناير كانون الثاني الجاري. وكان 15 من موظفي تسلا فرع الصين أول من تسلم السيارة بعد أن انطلقت أول سيارة صينية الصنع من خط إنتاج المصنع في أكتوبر تشرين الأول الماضي. وتأتي عمليات التسليم بعد عام من بدء إنشاء مصنع تسلا الوحيد خارج الولايات المتحدة. الكاريكاتير الآن.
نهاية حلقتنا لهذا اليوم من صدى الأقلام مشاهدينا الكرام، طاب نهاركم وإلى اللقاء.